حاجه لذيذه قوي. شايفين بنات وسيدات بيلعبوا زومبا وعمال اراقبهم وشهم كلهم مبتسم مبسوطين بيطلعوا كميه طاقه سلبيه غير عاديه. سقفوا نفسكم سقفوا نفسكم. وملكه الزومبا في مصر والشرق الاوسط ميدل ايست اند افريكا معي عادل منورانا. اهلا وسهلا بيكي وميرسي على الشو الحلو ده. ايه رايك؟ وميرسي انت عامله الكلاس عندنا هنا كل مره. مين ده بقى؟ انا هاتيهم كل مره ما عنديش اي مشكله. يا ريت. انا موافق بجد؟ اه حاجه. اولا هم لذاذ ومبسوطين وهيبسطوا الناس. يعني انا بستنى الكلاس بتاعي عشانهم اكتر ما هم بيبقوا مستنيني بصراحه. يعني احنا كلنا بنستنيك يا ميويا حبيبي. جميله. طيب طبعا شيماء اهلا وسهلا. اهلا منوره. انت حلوه. تمام. هندي مايك لواحده واحده تعرفنا بنفسها. شهيره. ازيك يا شهيره؟ هو احنا ينفع نقول اعماركم ولا ممنوع؟ لا عادي اوكي. والمتزوجه تقول انا متزوجه او مخطوبه او متزوجه. ده حقيقي. اوكي 39 سنة وسنجل. اوكي عندك عريس. اوكي لا خليك كده. عندك عريس ايه؟ بقول لك ايه؟ بتشتغلي في مجال ايه؟ ما تقوليش الشركة او كده بس مجال ايه؟ اوكي سيلز. مبيعات. يب. ايه نوعية السلعة؟ مشروبات. مشروبات؟ اوه غازية؟ غازية. سوفت درينك. اهلا وسهلا. ايه اللي خليكي تمارسي الزومبا او تروحي المي؟ مي شخصيه حبوبه جدا تحقيق. جدا. وبعدين الزومبا بتطلع طاقه سلبيه هايله جدا والرياضه ذات نفسها حاجه حلوه يعني مفيده. ده حقيقي. ومي انسانه مبهجه فلازم الواحد يكون معاها على طول. ثانك يو. ننتقل بعد كده. ايه انا اختها برضه. لفوا لفوا ولون الجاكيتات. ايوه انا خدت بالي الجاكيتات حلوه قوي يجننوا. بالظبط. اسم حضرتك؟ نورة. ازيك يا نورة؟ 24 الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ 24 سنة؟ نعم 24 سنة؟ 24 سنة. اه فرق كبير قوي في السن. جيت في الاخر بس انت شكلك صغيرة عموما. انت ما قلتيليش السنة انا اتخضيت. شكلك 29. لا يعني في 10 سنين ما اعرفش انا حامل ايه. بتشتغلي شغالة في مجال الترجمة. اوكي وبس. وطول عمري بحب الزومبا يعني حتى من قبل ما اروح الجيم كنت بحب ان انا اروح الزومبا. بتمارسي الزومبا علشان تخسي عشان يبقى عندك لياقه تطلعي الطاقه السلبيه؟ هو عشان اطلع الطاقه السلبيه. وطول عمري بحب الرقص بحس ان هو بيبسطني بعمل حاجه انا ببقى مبسوطه فعلا فيها. اوكي بس حلو قوي. ننتقل لل بعد كده. جنى. ارفعي المايك. انا جنى. جانا. ازيك يا جانا؟ الحمد لله. زمان عندك كم سنه؟ 18. 18؟ اهلا وسهلا. اهلا. شوفي انت عندك 18 وانت عندك 39 ونفس الروح. دي حاجه كويسه. فانت خليكي كده وانت خليكي كده. حاضر. انت بتدرسي ثانويه عامه ولا ايه؟ داخله ثانويه عامه. داخله ثانويه عامه؟ عايزه ادبي ولا علمي ولا؟ لا انا اي جي اصلا. اهلا وسهلا. دخلت وصلت في زمان. عايزه تتخصصي في ايه؟ ما تخشي كليه ايه؟ هخش كليه هندسه. هندسه؟ عماره ولا ايه؟ لسه بقى ما طلعتش الديبارتمنت ايه. ليه زومبا؟ بحبها. بتحبيها؟ بحبها جدا. اهلا وسهلا بيك. اتفضلي. ازاي؟ ايه الاخبار؟ انت كويسه؟ الحمد لله. نهى. ازيك يا نهى؟ الحمد لله. هتقولي سنك؟ 37. 37. سنجل؟ سنجل اه. سنجل. اوكي. بتشتغلي في مجال ايه؟ الاي تي. ده صعب قوي. عادي عمري ما فهمته. يقولوا لي بشتغل في الاي تي ما بفهمش ايه الاي تي ده خالص. بس هم بيبقوا شاطرين بتوع الاي تي. يقال يعني. انت منين في مصر؟
انا اصلا من اسوان. حبيبتي احلى ناس في مصر. الله يخليك حبايبي. ورحتي عشتي هناك قبل كده؟ انا كنت عايشه هناك لحد ثانويه عامه. وايه اللي خليكي تسيبي اسوان وتيجي مصر؟ الكليه بجد؟ وبعدها الشغل يعني. اصل اسوان حلوه قوي العيشه فيها، والنيل هناك ونقاء الميه اللي فيه والزرع، يا حاجه مبهره. اكيد. ايه اللي حبيبك في الزومبا؟ هو انا يعني اول مره دخلت كان استكشاف، بعد كده لقيت الموضوع ادمنتيها. يعني ادكتيف قوي، لانه يعني مفيش حاجه احلى من انت يعني ترقص وتهيص مع وتشوفي ناس لذيذه. صحيح. اهلا بيكي. اتفضلي. ميرسي. اهلا. ازيك؟ الحمد لله. انت اسمك ايه؟ سلمى. ازيك يا سلمى؟ كويس. عندك كام سنه؟ 28. 28. هو انتوا ازاي كلكم شكلكم اصغر من سنكم؟ مش طبيعيين. حصل. الجلاويه برضو؟ مش باين؟ ايوه عشان كده حلوين. اشتغلي في مجال ايه؟ مجتمع مدني، خدمة مجتمع مدني. خدمة مجتمع مدني، ده شيء لطيف قوي. ايه علاقتك بالزومبا؟ برضو كان استكشاف كده، وبعدين انا برقص كمان من 2015، ومن ساعتها ما وقفتش خالص. رقص رقص؟ الزومبا. زومبا. حلوة. منورة. ميرسي. اهلا يا فندم. حضرتك؟ انا فاطمة. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. عندي كم سنة؟ 28. 28؟ كده 28. المفروض بشتغل في المجتمع المدني سي اس ار، عموما الخدمة المجتمعية. تعرفوا بعض؟ كنا مع بعض في الجامعة. و كنتوا في جامعة ايه؟ في حلوين. اوكي. طيب. يا مخطوبة؟ ان شاء الله تكمل باذن الله. هو خطيبك اسمه ايه؟ احمد. استاذ احمد، انت سمعت ال وهي بتمارس الزومبا الاصوات؟ لا هو عارف. سمعيه كده. صوتي عالي، صوتي عالي. سمعيه. سمعيه بس حضرتك. لو هو عارف، احنا كل ما نروح فرح يقول لي ممكن تهدي وتقعدي وبلاش. بس في الافراح كمان؟ مش هنا بس دي ماشيه تقاك. لا بس ولا وماشيه حلو. ماشيه حلو. لا وساعات بألف سويت على الحته، يعني على حته التراك كده بتبقى لايقه بصراحه. يعني خلاص انا هاخد. واحده كمان. انت قولي وانا هرد عليك. ما انا معاك. انا هرد عليك. يلا. ايه مثلا يعني؟ كنت بتقوليها هناك دي. مش قادره بصراحه. تعرفي تعملي زي ايه؟ عارفه عارفه انا قاري الخشب وتباكر؟ يا لهوي انا شكلي وحش قوي النهارده. تعرفي تعملي صوته؟ انا هعمل لك صوته. طب استني وانت تقلديني بعد كده. ماشي. بصي لاحمد. ماشي. يلا. مش قادرة اشكي بقى. هو انا يعني مش انا عايزك تبقي قاعدة في الكوشة جنب احمد. انا الوحيدة اللي اتجوزت في الزومبا. بصراحة بحاول ارجع في قراري الصراحة. نهار اسود. هيوحشوني. هيوحشوني. فين الدبلة؟ هما طب لا خليكي. هيوحشوني اصلا مش هشوفهم. ليه؟ ما انا يعني لو اتجوزت طبعا هسكن في حتة تانية، فمش هبقى معاهم في الجيم. بس دي حاجة بايخة قوي. هيوحشوني الصراحه. طب ايه السبب في البرنامج؟ تفتكروا انت كل اللي بيجوا لك الكلاسز مش متجوزين ولا مخطوبين؟ كلهم سنجل؟ لا دول لا. عشان كده جم. دول يا شريفه. انا اديلها المايك والنبي. انا الجروب ده معايا بقاله سنين. سنين سنين. انهم كمان شاطرين قوي. يعني احنا بقالنا ست سنين مثلا مع بعض. انا معايا 2018. طب انت اغلبيه اللي بيجوا لك سنجل ولا متزوجين ولا مخطوبين ولا ايه؟ لا في مخطوبين وفي بس لا تصدق فعلا. الاغلبيه. كم في المية؟ الاغلبيه والله 90%. 90%؟ والله ده انا تصدق انا اول مره اخد بالي من الموضوع ده. اصل يعني دي ليها معاني كتير. خلي بالك اولا ان السنجل بيقدروا يلاقوا وقت يبسطوا نفسهم. واحنا عايزين بعد كده المتزوجات برضو يلاقوا وقت يبسطوا نفسهم. زي ما بتدي وقت لجوزك ولعيالك، انت لازم تدي وقت لنفسك. ده مش معناه انت انانيه خالص، لا 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 لا. وانت جوزك برضو على فكره بيدي وقت لنفسه، بيروح يقعد على القهوه وبيروح هنا وبيروح هنا وحاجات زي كده. فانت كمان لازم تلاقي وقت تطلعي فيه الطاقه، ولما هتشوفيهم هتتغاظي منهم. فروحي المي، انا بقول لك كده هتتبسطي. وعلى فكره انت ممكن تاخدي جوزك معاكي، هتبقى برضه حاجه لطيفه. هقول لك لا الزومبا دي بتاعت الستات ولا لا لا، هيقعد يعمل مناظر بتاعت الرجاله المعقده دي، بس انت مالكيش دعوه، سيبيه وروحي. صح؟ صح. صح يا شيماء؟ ايوه. قولوا لي كده، حسسوني ان انا مذيع بقول حاجه. نخش على التراك الثاني؟ يلا بينا. يلا بينا، نخش على التراك الثاني ومي وبناتها، يلا. مزيكا.
فرحان بيكوا فرحه والله انا فرحان بيكوا فرحه غير عاديه بجد، لان انا عمال اتفرج مش على الحركات اللي بتعملوها، انا عمال اتفرج على وشكم، وشهم مبسوط. ايوه دي حاجه مهمه جدا. طيب انتوا طبعا النهارده شرفتوني ونورتوني، عايزين تاخدوا نفسكم نخش على التراك الثالث. نخش على التراك الثالث عشان الوقت. طيب بس هنغير شويه في في الاماكن، اللي كانوا فوق الناحيه دي هيقفوا تحت، واللي كانوا تحت هيقفوا فوق والعكس. اوكي ماي انت هتجيبيهمني كل مره. ها خلاص بجد، لانهم فعلا لذاذ، وانا متاكد ان مشاهدينا هيبقوا مبسوطين قوي، ومشاهدينا كتير هيتكلموا ويقولوا احنا عايزين نيجي، فاحنا عايزين الشارع واسع، الشارع واسع ياخد 1000 نفر من الحبايب. بشكرك يا ماي، شكرا ليكي، اسعفوا نفسكم، ميرسي نورتوني، اهلا وسهلا بيكم. طيب خلونا نشوف اخر تراك مع ماي، بعد كده ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع دينا نصير، ونتكلم عن فنانه من فنانات الزمن الجميل الراحله استاذه مريم فخر الدين، وشياكتها واناقتها في الملابس، واهم اعمالها الفنيه. خليكم معايا لو سمحتوا، اتفضلوا، هنقف الوقفه اللي قلنا لكم عليها والمزيكا ممكن تشتغل، اتفضلوا.